تبنى وزروع الخير تجنى وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى استعن بالله واصبر كن إلى الطاعة مسفر ومن الإحسان تقدر ترتجي الرحمن حسنا ترتجي الرحمن حسنا صادق العزم تبادر أنت في أبهى المناظر منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى بين إحساس ومعنى اصنع المعروف واكسب قل مدى الأيام يا رب منتهى الغايات مطلب في رياض الخلد سكنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن مما يفوت بعض الناس أن الواجبات المتعلقة بالآخرين متفاوتة وليست على درجة واحدة فبمقدار قرب الإنسان يكون الواجب عليه أعظم ويكون ما يقدمه له ألزم فمثال ذلك أن للوالدين من الحقوق ما ليس لغيرهم ولذا قدم الله جل وعلا حقهما وهكذا للزوجة على الإنسان حق عظيم يجب أن يقوم الزوج بهذا الحق كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهكذا لأبناء الإنسان حق عليه أن يربيهم وأن يحسن في التعامل معهم وأن يشجعهم على ما يعود عليهم بالخير في دنياهم وأخراهم وكذلك على الإنسان أن يستشعر أن العلاقة التي تكون بينه وبين الآخرين ليست علاقة مبنية على المجازات والمقابلة بمثل فعلهم بل إننا نحسن التعامل مع الآخرين ولو أساءوا إلينا لأننا نستشعر أن حسن التعامل مما يرضي الله جل وعلا ومما يكون سببا من أسباب رفع درجاتنا في الدنيا والآخرة فالقاطع لا نجازيه بأن نقطعه وإنما نجازيه بأن نصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها وهكذا من أساء إلينا لا نقابل إساءته بمثلها بل نقابلها بأحسن الأخلاق وأفضلها كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن التعامل مع الآخرين ينبغي أن نشاهده بعيونهم لا بعيوننا فكم من خلق نراه بالنسبة لنا من الفضليات لكنهم لا يرونه كذلك وبالتالي علينا أن نستشعر ما قد يكون في نفوس من يقابلنا ممن نريد تكوين العلاقة معهم حتى نكون بذلك ممن اختار الخلق الفاضل في التعامل معهم إن من الأمور التي يجب علينا أن نراعيها في هذا الباب أن نحسن التعامل وأن نحسن الاستقبال الابتسامة الصادقة تكون من أسباب رضا الله تبسمك في وجه أخيك الصدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق جعلني الله وإياكم من المحسنين في تعاملنا مع الآخرين ممن سار على أحسن الأخلاق وتكلم بأفضل الأقوال
امتثالا لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وانظر إلى كلمة أحسن، فلم يقل يتكلم بالحسنى، وإنما قال أحسن ليبين على أنهم أتوا بأفضل الكلمات وأجملها. بارك الله فيك، وفقك الله للخير، وجعلني الله وإياك من عباده الصالحين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد الأفعال تبنى، وزروع الخير تجنى، وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر، ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكناه،